اهلا وسهلا ومرحبا بكم في قناة عالم امين. ان شاء الله تكونوا بخير. في هذا الفيديو باش نقدم لكم موقع للربح من وضع اللايك والاشتراك في مواقع التواصل الاجتماعي، كذلك باش نقدم لكم سحب على الباير من خلال هذا الموقع. ما تنسوش الاشتراك في القناة، تفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد يخص العمل وربح الانترنت من قناة عالم امين. واللي عنده استفسار او تساؤل يجي متواصل معنا على الصفحة الرسمية الخاصة بنا عالم امين على الفيسبوك، وكذلك على الانستغرام، والرابط القهوة في صندوق الوصف. الان نتوجه الى الموقع. اسم الموقع اصدقائي واللي هو VK Surfing كنا شرحناه سابقا، وباش نقدموا اثبات سحب من هذا الموقع في صندوق الوصف، وكذلك في اول تعليق مثبت كنت انا كتب مقال على هذا الموقع، تلقاو طرق الربح، اثبات سحب، وكذلك رابط التسجيل والفيديو السابق اللي شرحت فيه التسجيل بالتدقيق والاثبات وكيف نشتغل على هذا الموقع. بعد ما تضغطوا على الرابط VK Surfing تضغط على Start Now باش تقوم بانشاء حساب جديد. بعد ذلك تخلي البريد الإلكتروني في هذا المكان وتضغط على Continue وتقوم بإكمال التسجيل والتفعيل. الآن باش ندخل إلى حسابي ونشوف أكثر تفاصيل ونشوف إثبات سحب من خلال هذا الموقع. وهذا حسابي في موقع VK Surfing. كما قاعدين تلاحظوا كل هذه مهام يقول لك اشترك، يقول لك اضع لايك، تربح هذه المبالغ من عملة الروبل. هنالك الفي كي، ننصحكم انكم تعملوا حساب في الفي كي، هو موقع شبيه بالفيسبوك لكن مهتم بالرواسة، هو موقع روسي يعني. كذلك هنالك مهام الانستغرام، التيك توك، لايكي، وكذلك التليجرام. احنا الان باش نقوموا باثبات سحب. انا سحبت تقريبا منذ 3 ايام ووصلتني الارباح. اليوم باش نشوفوا كيف نسحبه من خلال هذا الموقع، بعد ذلك نشوفوا طرق الربح وكيف نربط حساباتنا في مواقع التواصل الاجتماعي بموقع VK Surfing. هذا فيديو انا سجلته عندي 3 ايام تقريبا. في رصيدنا عندنا 209 من عملة الروبل. ما علينا الا نضغطوا على الرصيد وباش نسحبه من خلال هذا الموقع. تضغط على withdraw كما غادي تلاحظوا بيرفكت ماني باير كيوي. هذا الاثبات سحب الماضي. كما قاعدين تلاحظوا نيكست بايمنت في 1/4/2023 يعني اليوم. اذا كما قاعدين تلاحظوا اثبات سحب الماضي 116 روبل وصلتني من دون اي مشاكل. نضغط على ويدرو وباش نسحب عبر الباير. بيرفكت ماني الاقتطاعات 3%، الباير 9%، الكيوي 3، واليو ماني 3%. احنا باش نضغطوا على باير وباش نسحبوا من خلال الباير. كما قلنا اصدقائي انا طلبت السحب في يوم 27 وهو نيكست بايمنت في يوم 1/4/2023. به في هذا المكان باش نضع الولت الخاصة بالباير. اي شخص عنده باير يعرف اكيد الايد الخاصة به. نضغط على كونفيرمي كونفيرم ويقول لك تمت العملية بنجاح وانتظر الدفعة الى ان تصلك. في الماضي سحبت عبر البيرفكت ماني والان سحبت عبر الباير، وكما قاعدين تلاحظوا باش توصل لنا 191 روبل. واليوم وصلت لنا باش نشارككم الان اثبات السحب. نتوجه الى حسابي في الباير وهذا، وكما قاعدين تشاهدوا اصدقائي 191 روبل اليوم. نضغطوا على الايدي باش نتاكدوا من اسم الموقع اللي وصلنا من خلاله. هذه VK Surfing، الموقع صادق ويدفع الى الان. اللي يحب يشتغل بطريقه سهله وبسيطه جدا من وضع اللايك والاشتراك ووضع الكومنت، موقع VK Surfing من احسن المواقع. هذه المهام الموجوده كما قلنا اصدقائي. بعد ما تسجل تدخل الى حسابك، ما عليك الا تربط حساباتك بمواقع التواصل الاجتماعي بموقع VK Surfing. باش تقوم بالعملية هذه ما عليك تضغط على لوجو حسابك، بعد ذلك تضغط على بروفايل باش تلقى مواقع التواصل الاجتماعي التي يدعمها موقع VK Surfing. انا كما قاعدين تلاحظوا ربطت الفي كي الخاص بيا عبر VK Surfing وتمت العملية بنجاح. كذلك ربطت الانستغرام والتليجرام. كيف تقوم بذلك؟ تضغط على اد بروفايل وتضغط على الموقع التواصل الاجتماعي الذي تريد ربطه بموقع VK Surfing. انا لم اربط التيك توك وكذلك اللايكي. انتم تقوموا بالعملية هذه وتفعلوا حساباتكم، الامر ليس بالصعب. شرحته في فيديو السابق اللي قلت لكم عليه، تلقاوه في المقال. ما عليك الا تضغط على التاسك ونشاهدوا المهام الموجودة الان. الاكثرية المهام التي ستجدونها هو من موقع التواصل الاجتماعي VK.
بذلك ما عليكم الا تسجلوا بالفيكي وتقوموا بهذه العمليه. على سبيل المثال المهمه هذه يقول لك اشترك تتحصل على 0.2 روبل، ما عليك الا تضغط على هذا المكان باش يوجهك الى صفحه المهمه. انتقلنا الى مهمه اخرى لانه الحساب الاول مشترك فيه، ما عليك الا تضغط على جوين كوميونيتي على سبيل المثال هذا منتدى، قمت بالضغط تضغط على تغلق النافذه وتضغط على تشيك. احنا كان في رصيدنا 7.7 روبل، الان باش نقوم بتحديث الصفحه باش نلقاو الرصيد تم اضافته. وكما قاعدين نشاهدوا اصدقائي اصبحت لدينا 7.9، الارباح تصلك على الفور الى حسابك. كل هذه مهام تقريبا الان هنالك 20 مهمه مختلفه ومتنوعه تقدر تشتغل عليهم وتربح من خلالهم. بطبيعه الحال ارباح متفاوته، تحب تضيف من ربحك هنالك مهام كذلك التليجرام التيك توك ولايكي والانستغرام، كل هذا تقدر تشتغل عليه لكن اغلب المهام موجوده في حساب الفي كي. تحب كذلك تحسن من ربحك وتدعو الاصدقاء من رابط الاحاله الخاص بك، هو كما قاعد تلاحظ موقع روسي، ما عليك الا ترجم الصفحه الى اللغه الانجليزيه او اللغه العربيه كما تريد، تضغط على ريفرال تلقاها اعلى الصفحه باش تلقى رابط الاحاله الخاص بك، ومن رابط تعطي الناس اصدقائك يشتغلوا على هذا الموقع للمهتمين. هذا هو الرابط الخاص بك، اي شخص يسجل من خلالك ويشتغل على الموقع انت تربح 15% من نسبة لارباحه، لا تقطع من ارباحه، الموقع يقدمها لك بكونك انت جلبت ناس اكثر يشتغلوا على هذا الموقع نسبة جيدة، اشتغلوا على المهام وروجوا رابط الاحالة. كذلك تحب على سبيل المثال عندك صفحة على الفيسبوك على الانستغرام تيك توك كما تريد، تقدر تشتري مشتركين تعمل ايداع في الموقع وتجلب مشتركين، لكن التفاعل متاعهم بطبيعة الحال ما باش يكون كبير. لكن على سبيل المثال انت عندك شروط لتحقيق الدخل عبر الفيسبوك عبر اليوتيوب غير موجودة في فيكي سيرفينج، تقدر تقوم بالعملية دي ولكن انا ما انصحش بها الصراحة. تقدر تستغل على هذا الموقع وتربح من خلال المهام ورابط الإحالة. كما قلنا أصدقائي موقع سهل وبسيط جدا، الأرباح بطبيعة الحال ليست كبيرة. الطريقة هذه للمبتدئين، يوميا يمكن تجمع 10 روبل 20 روبل كحد أقصى، هذا مش شغلك اليومي لكن من رابط الإحالة تقدر تربح أرباح جيدة صراحة. كان هذا موقع فيكي سيرفينج، كان تحبوا موقع أخرى مشابهة موجود إن شاء الله نجربها ونقدم إثبات سحب من خلالها، ونلتقي في مواقع أخرى تخص العمل وربح الإنترنت من قناة على مامين. الله يوفق الجميع. كان عندكم استفسارات وإلا كان عندكم مواقع صادقة تشتغلوا عليها وعملتوا إثبات سحب من خلالها، تقدروا تواصلوا معنا في التعليقات ولا في مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بنا. بالتوفيق للجميع وإلى اللقاء.